وللمزيد معنا عبر الهاتف المحلل السياسي محمد بودن. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. سيدي، ما الذي دفع في نظرك بان كي مون إلى استعمال عبارات هو يعرف أنها لن تخدم مسار التفاوض في ملف الصحراء؟ اعتقادي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد خرج عن حياده وعن معادلة الوساطة في هذا الملف، وأعتقد بأنه سقط في ارتباك دبلوماسي كبير، وزيارته لمخيمات تندوف بتوقيت غير بريء على الإطلاق، وأعتقد بأنه لم تكن له الجرأة كثيرا ليتحدث عن الوضع في تندوف كوضع مرفوض سياسيا وغير مقبول قانونيا ومأساوي إنسانيا. فهل سأل قيادة مخيمات تندوف، يعني هذا السؤال التقليدي، هل كان له هذا السؤال أم أنه تجاهل وتعامى عن هذا المعطى البين أمام العالم؟ طيب سيدي، هل من تأثير لهذه التصريحات على ملف الصحراء ووساطة الأمم المتحدة في هذا الموضوع؟ اعتقادي أن بان كي مون زار يعني جماعة مسلحة، ونحن نرى بأنه توقيت الزيارة يعني يرتبط بما يسمى بالاحتفالات العسكرية لجبهة البوليزاريو، وأعتقد بأن هذا يعني يجعل يعني من الجزائر كأرض لجوء على أنها تحتضن يعني الجبهات المسلحة، والأمين العام قام بتزكية هذا يعني المعطى، وأكثر من ذلك أثنى على يعني الطرف الرئيسي في الصراع هو الجزائر، حتى أن استقبال رمضان العمامرة وزير الخارجية الجزائري لبان كي مون في المطار كان من حيث لغة الجسد في البروتوكول يعني له إشارات عديدة، لما كان بان كي مون يحاول أن يعانق الرجل لكن الرجل منعه، وأعتقد بأن هذه فيها إشارة مهمة على العموم، بأن يعني يبدو لي بأن زيارة يعني بان كي مون لشمال أفريقيا هي زيارة لم تحقق أهدافها وهي زيارة فاشلة، وأعتقد بأن هذه صورة من يعني معضلات الوساطة الأممية في الكثير من الملفات. المغرب بلد يعني سائر في تنزيل يعني معادلة دبلوماسية قائمة على سياسة داخلية يعني أساسها المواطن وسياسة خارجية أساسها المصالح العليا للوطن، والمغرب يعني لا يستقوي بضيوفه الدوليين كما يفعل النظام الجزائري. الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الزيارة يكون قد أحرق مسارا تفاوضيا طويلا وقدم سيناريوهات غريبة عن مسار الملف، ويعني هذا الإصرار أعتقد بأنه لن يفيد يعني الحوار ولا الوساطة. المحلل السياسي محمد بودن، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. نبقى في ذات